خلطوا البقرات خلطوا المسكاليم ديالهم ومع الصوجة درا الانسيلاج كنخلطوا لهم داكشي المشطورة شي ديال الطريقة ديال السلسلة كيفاش كنربطوا البقرة كيفاش كنغسلوا لها الدرع ديالها باش كنحلبوها كنديروا الحليب في الطوار وكنديو مثلا التعاونية كيعبروا كيقيدوا هذاك الشيء ديال الحليب وصافي هو هذه هي الطريقة باش كنحلبوا البقرة البقرة ملي كتحلبوا كيخرجوا الأرواح هنا كيشربوا الماكلة ديالهم كيخرجوا يرعاو على برا علمونا كيفاش ننظموا الماكلة ديال البقرات كيفاش نعطيهم سيكاليم وكيفاش ننظموا لك وبالنسبة لسنترة تزادت الجودة وحنا تزاد شوية ديال الإنتاج والبقرات تاهما بقاو في الصحة ديالهم مزيانة. حنا مجموعة ديال واحد التقنيين في إطار مشروع حليب بلادي كندير واحد الدورة تكوينية للفلاحة اللي تابعين التعاونية اللي تابعين الحليب بلادي كندير واحد المواكبة تقنية اللي كنوريوهم كيفاش يوكلوا كيفاش يكون لا ريبرودكسيون التناسل ديال البقر كيفاش يربيو عجولاتهم مزيان كيفاش تطلع الانتاجيه ديال الحليب وتنقص عندهم المصاريف ديال البقر ولا طلعت الانتاجيه كيطلع الثمن وكيولي هاد البقر مربح لهاد الفلاح الصغير. انا من هذا المنبر كنبغي نشكر الطاقم ديال الحليب بلادي اللي هو اللي باش ساعدني اني انا اساعد هاد الوليدات لانهم كانوا يعني باه كنعرف ديورهم ما كانوا ما كيقراوش يعني كانوا يعني باه كنعرف ديورهم ما كانش كيقراو يعني ميت تحليهم هاد القسم يعني الحمد لله ولاو كيقراو يعني ولاو كيقراو في واحد لاج صغير يعني كانوا في قبل كانوا كيقراو حتى كي عندهم 6 سنين مي دابا ولا كيقراو عندهم 4 سنين كيدخلوا يعني مكتسب المعلومات مزيان كي وانا الحمد لله ملي ساعدوني الناس ديال حليب بلادي مشيت دوزت واحد التكوين في كازا يعني الحمد لله باش انا كنقري الدراري عرفت كيفاش نتعامل معاهم كيعجبني من دراسون كنبغي نقرا والناس الفلاحه ديالنا تما الحمد لله تبدلت الوضعيه ديالهم كانوا شويه البنادم ملي كنا كندفعوا داك مول الموتور وهذا بنادم كرفاس مره تخلص مره ما تخلصش دابا الحمد لله ملي نقينا داك الشيء وخدمنا مزيان وهذا ولا بنادم كيتخلص مزيان ولا كل شيء الحمد لله والشكر لله موفر البنادم كان شي شويه ديال الربح الحمد لله ولا كيشيط البنادم شويه ديال الربح باش يتسوق وباش يمشي للحانوت وباش هو سبو الحمد لله والشكر لله ولا بنادم شويه خدام مزيان ماشي بحال كيما كان. الجانب البيئي واشكاليه ديال التنميه المستدامه حاضره بقوه في اطار برنامج حليب بلادي من خلال مجموعه من التجارب اللي كنديروها في منطقه الشاويه على تشجيع الفلاح الصغير والفلاحه الصغار على الانتاج وتخزين الاعلاف زراعة العلفية من أجل ضبط كلفة الإنتاج. هذه العملية هذه كتكون وفق معايير علمية اللي كتراعي أول حاجة اختيار زراعات كلائية اللي كتستهلك كمية أقل من الماء مع مراعاة في نفس الوقت خصوصية التربة وجودة التربة في مختلف المناطق اللي مأطرة في إطار برنامج حليب بلادي.